بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده على قناه خفايا طب البديل وتفسير الاحلام. باذن الله تعالى اليوم سوف نرى تاويل وتفسير رؤيا الفرس او الحصان في المنام. بالنسبه لرؤيا الفرس او الحصان، متى تكون جيده ومتى تكون غير جيده؟ لانها بتختلف باختلاف احوال الراي. اذا كان اللي شاف هذه الرؤيا هو شخص مثلا اعزب او شخص متزوج، اذا كان شخص ارمل او مطلق، اذا كانت انت عزباء او انت متزوجه، على حسب ايضا الفرس، هذه الاشكال اللي ممكن بتشوفها انت. فمن هنا سوف نناقش هذه الاشياء ونعطيكم الخلاصه الموضوع. بالنسبه للفرس، الفرس غالبا وفي الاغلب والتاويل الصحيح لها ان الفرس ما هي الا عباره عن الفرس هذه يعني تؤول دائما للخير، يعني تؤول لي إذا كانت العزباء فهي زواج، أو الأعزب فهي زواج، أيضا إذا كان الشخص الفقير فهي عزة ورفعة وسلطان، المهم تؤول على أن هي خير. لكن متى تؤول رؤية الفرس هذه على أن هي رؤية الشر أو شيء من هذا القبيل؟ في حالتين فقط تؤول هذه، أو ثلاث حالات تؤول هذه الرؤية الخاصة بالفرس. مثلا إذا كان رأيت الفرس الخاص بك أو الحصان، هذه بتنطبق، الرجل إذا شاف فرس وأنت إذا شفت حصان فهي نفس الرؤى بنفس التأويلات، ولك عليك أنك أنت تفرق. المهم سواء أنت أو الرجل، إذا كان شافت المرأة الفرس الخاص بها بيرميها من فوق الحصان، من فوقه، يعني إذا كانت أنت شفت أن الحصان الخاص بها بيرميها من فوقه أو تقطع السرج، الرجل إذا شاف الفرس الخاص به رماتها من فوقها أو يحاول امتطاءها وما عرفش أو تقطع به السرج، فمن هنا بيعني أن إذا كان للمرأة بيعني أن الرجل الخاص بها يفكر في الزواج عليها، إذا كان للرجل فاحتمال أن الزوجة الخاصة به تخونه أو شيء من هذا القبيل. إذا مثلا شفت الرجل شاف أن الفرس الخاص به ماتت، وإذا المرأة شافت أن الحصان الخاص بها مات أو شيء من هذا القبيل، أو يخيل إليها أنه هو مات، فاحتمال أن شريك الحياة الخاص بها الرجل أو المرأة راح يموت أو راح يصاب بمرض عضال، أو راح تحدث له مشاكل كبيرة جدا، إما بيدخل السجن أو بيدخل القبر لا قدر الله. المهم لكن بالنسبة للعزباء، إذا شافت مثلا هي شافت فرس أغر أو فرس شكله جميل أو مربوط في الدور المنزل يعني الخاص بها، إذا شافت مثلا على سبيل المثال أن شخص ما أحضر لها الفرس، الفرس هذا غالبا ما يؤول للزواج. إذا كان تاجر، على حسب هذه التاجر طبعا. أيضا على فكرة قبل أن ندخل في موضوع التاجر، بالنسبة للشخص الأعزب، إذا شاف أيضا فرس أو حصان هو يركبه أو مربوط يأكل من زاده أو موجود في المنزل الخاص فيه، فهذا غالبا يؤول على أنه هو رح يحظى بامرأة تكون ذا شأن، يعني امرأة صالحة. والمرأة يرى الفرس هذا إذا كان يعني الشعر الخاص به مسبول، إذا كان شكله يعني جميل وسرج ولجام، فهذا بيعني أنه هي سوف تزوج من شخص يكون له مكانة في المجتمع. أما الآن نأتي للتاجر، التاجر هذا على حسب، شوف التاجر الحصان اللي ممكن يشوفه أو الفرس، إذا كانت يوجد فيها سرج، شعرها طويل، إذا كان الديل خاص بها يعني كبير، إذا كان يعني بكامل الحلي والحلية يعني الخاصة بهذه الفرس، هذا بيعني ان تجارته سوف تتقدم وسوف ينتصر على بعض الاعداء او بعض الناس اللي تحاول ان هي تكيد ليه، او سوف يرفع الله، راح يعني يعطيه فرس مثلا على سبيل المثال، فرس يعني، او سوف يعطيه مال من غامض علمه، راح يربح صفقه معينه. اذا ايضا نفس هذا التاويل ان هو يعني راح يرتفع في التجاره والعز والشرف والمنعه، هذا تنطبق حتى مش على التاجر، على اي شخص اذا شاف مثلا فرس جايه من بعيد، فهذا بيعني ان هناك رزق، والله اعلم الرزق هذا ممكن إرت. إذا كان هذا الشخص العادي، إذا كان للتاجر ممكن راح يستجلب سلعة وبعد ذلك ترتفع سعرها بعد أن يحصل عليها. المهم هناك رزق جاي من بعيد، ورزق يعني محرز، يعني رزق جيد. أما إذا شاف التاجر أن الفرس الخاص بها قد فرت عنه أو هربت منه أو يعني فرت منه، فهذا بيعني أن يحذر، لأن هناك احتمالية كبيرة جدا لخسارة الكثير جدا من الأموال والصفقات اللي ممكن بيعملها في المستقبل.
أما إذا شخص رأى أنه هو يركب حصان جموح، اللي هو ما هو الحصان الجموح؟ بعض الناس ما بتعرفش، اللي هو مثلا أنت بتحاول تركبه وهو يحاول أنه هو يرميك من فوقه وما بيستطيعش، أو أنه هو يسير هذا الحصان على غير طوعك، يعني مش أنت اللي بتقوده، فهذا غالبا ما يؤول والله أعلم على ارتكاب هذا الشخص للمعاصي. ممكن يعني الله يبعث لك رؤية أو كهاتف أو كتحذير أن هناك بعض المعاصي اللي في طريقك سوف تواجهها، أو بعض الإغراءات عليك الابتعاد عنها، سواء كانت مال حرام أو شرب خمور أو زنا أو أي شيء من هذه المعاصي أو الظلم العباد أو السجون إذا كان شخص صاحب سلطة أو شيء من هذا القبيل. المهم، وإذا كان الشخص شاف الفرس الأشهب، الفرس الأشهب في المنام، فهذا غالبا ما يفسر على حسب تفسير النابلسي على العزة والنصر على الخصوم والأعداء، نظرا لأن الفرس الأشهب يعرف عنه أنه من خيل الملائكة، بينما الفرس الأشقر المحجل يرمز إلى الورع في الدين، يعني أنك أنت راح تتقدم في العلم وفي الدين. أما الفرس الأدهم فيعبر عن الهم ويصيب صاحب الحلم، يعني فقط الفرس الوحيد اللي ممكن الناس يعني بتحذر من رؤيته أو يعني تنتبه يعني من رؤيته هو فقط الفرس الأدهم. أما باقي الألوان فهي غالبها، وخصوصا الأبيض وغيره، فهي غالبا ما تؤول على الخير الوفير للغاية. أما إذا كان شخص مثلا شاف أنه هو أصبح والي على مجموعة من الخيول، مثلا امتلك اسطبل من الخيول، مثلا شفت اني ارعى مجموعة من الخيول، مثلا شفت اني انا رابط مجموعة من الخيول او الفرس وخيول واطفال الى غير ذلك، يعني المهر الى غير ذلك، انت شفت انك انت الان اصبحت تمتلك مجموعة من الخيول، فهذا غالبا 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 بيعني اللي هو انك انت سوف تتولى ولاية على مجموعة من القوم. الولاية هذه اذا كنت في الشغل الخاص بك ممكن هناك ترقية قادمة اليك، ممكن تصبح مدير او تصبح شيء من هذا القبيل، انك انت سوف ترتفع في النظام السلطوي او تصبح لديك سلطة على مجموعة كبيرة من الناس. السلطة هذه ممكن إذا كنت تاجر راح تأتي ببضاعة كبيرة، فبيأتي التجار الثانيين بيأخذون، المهم راح تحدث لديك أو سوف تمتلك سلطة عالية جدا في المجال اللي أنت موجود فيه. أما إذا رأيت أنك أنت يوجد لديك حصان مثلا ضعيف هزيل شيء من هذا القبيل، فإن الحصان هذا ممكن الهزيل بيدل على ضعف الجاه والسلطان وضعف السلطة والعزة والمنعة، ومن هنا عليك أنك أنت تحذر دائما وأبدا من هذه الرؤى أو من هذه الهواتف أو من هذه الإشارات اللي ممكن يريها لك الله سبحانه وتعالى. أما هناك رؤية غالبا هي أيضا بتتكرر في الأسئلة، اللي هي رؤية الشخص أنه هو يركب حصان له أجنحة ويطير به، اللي هو مثل الحصان اللي في الحكايات السندباد. هذه بتدل على أن هذا الشخص ينال عزة ورفعة وسلطان وتروى ومال ونصر من الله سبحانه وتعالى، وما هوش يعني، بحيث أن هذا الشخص اللي شاف هذه الرؤية فهو يعلو معالي الملوك والسلاطين والله أعلم، بحيث أنه هو ممكن يعني يعلو علوا كبيرا، يعني ما هوش حتى بالعلو العادي، يعني يصبح من جالس في الأمراء أو الملوك أو السلاطين وبيصبح له تروى وجاه وسلطة، يعني بيرتفع ارتفاع غير عادي. أيضا كما يفسر بيع الفرس على فقدان الرأي لعزه وسلطانه ويرمز إلى افتراق أبنائه إذا كان له أبناء. أما إذا شاف الشخص أنه هو يشتري حصان عربي أصيل، فهذا يدل على أنه هو سوف يتقرب من ربما يأتي شخص لخطبة ابنته، يكون شخص جيد، أو ممكن هو يذهب لخطبة مثلا عائلة تكون عائلة جيدة. وإذا كان الحصان غير جيد أو هزيل أو حصان يعني شاف أنه هو اشتراه، يعني حصان غير يعني ليس بالحصان، ما فيش مواصفات الحصان العربي الأصيل، فهذا يدل على عكس أنه هو ممكن بيأتيه شخص لخطبة ابنته يكون الشخص هذا غير جيد، أو ممكن هو بيذهب لعائلة. المهم رؤية تحذيرية من الناس اللي ممكن أنت رح يكون في بينك وبينهم صلة قرابة في المستقبل. أما إذا شاف الشخص أحيانا بتأتي رؤى غريبة جدا، هذا حلم ممكن بتأتي رؤية، هذه
رؤى يعني ما هيش طبيعية، ممكن يشوف أي شيء. متى إذا شاف الشخص رؤية الحصان يركب حصان ميت، فذلك يدل على الهم والحزن الذي سوف يصيبه. أما رؤية الحصان يمشي فوق جسد الرائي أو يدهسه، إذا شفت أنت حصان يمشي فوقك أو يدهسك أو يعني يميل عليك بحوافره، المهم أي شيء، فإن هذا بيعني فقدان الرائي إذا كان حاكم لسلطانه وعزه ورئاسته، أما بخلاف ذلك يدل على ما يصيبه من مكروه. المهم هذه الرؤية غير مستحبة. خلاصة الموضوع، رؤية الفرس بصفة عامة هي تؤول على أن هي رؤية عز وشرف وسلطان وبشرى، يعني بشرى لشيء ما أنت تريده، إلا في حالات معينة اللي ذكرناها. فماذا الحل هو إذا جاتك رؤية غير جيدة؟ طبعا إذا جاتك رؤية جيدة فهذا يعني أنت راح تكمل في هذه الطريق. إذا كانت الرؤية غير جيدة عليك أنك أنت تستعين بالله سبحانه وتعالى، وبتكون حذر من التفاسير اللي قدمناها وفي حياتك، وأنت راح تنظم الحياة الخاصة فيك في هذا الاتجاه، وعرفت التحذير من وين جاي وإلى ماذا يرمز. المهم كان هذا هو الموضوع. الآن لا تنسى الضغط على زر الاشتراك في الفيديو، هذا لا تنسى بلايك ومشاركة على جوجل بلس ومشاركة على الفيسبوك ليصلك جديد مواضيعنا، ولكي تساعد القناة على الارتقاء أكثر فأكثر. ممكن هذا هو الموضوع، لديكم أي مشكلة قم بكتابتها، تجد اد كومنت الان انزل او اضافه تعليق، قم بكتابتها. اذا كان لديك اي حلم تريد انك انت ورؤيه تريد انك انت تفسرها، فقم بكتابتها اسفل هذا الفيديو. سلام.